الآن فليتفضل السيد نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور حازم ملي، والسيد عميد كلية طب الأسنان الدكتور حسين العيسى، والدكتور عمر الصباغ ممثل شركة ربا المعمار للتجهيزات الطبية، لتكريم الأستاذ الدكتور طلال نحلاوي فليتفضل. والآن ندعو الأستاذ الدكتور تيسير السياد للتكريم فليتفضل. أيها القريب البعيد، مسافة جرح بحجم وطن وأكثر. أيها القريب البعيد، مسافة سماء وأبعد، مسافة حزن ومجد يعتقه التاريخ كل نصر. أيها الشهيد، يا راحلاً للمدى الأزرق، لم يكن صدفة أن صار اللون غياباً، والسماء صارت ضباباً وناراً أبصرت في القلب والروح حين رحلت. لم يكن صدفة أن تموت واقفاً قرب الشمس، أن تموت شمساً وتحيا فينا كل نبض. لأرواح من ولدوا فينا لنحيا بكرامة، لأرواح شهدائنا الأبرار نقف دقيقة صمت. النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. عليكم السلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عريض العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حمى الأرقام، ركوع الشهام بروج العلا، تحاكي السماء بعالي السماء، السماء بعالي السماء، فأرض
الأستاذ الدكتور عهد خزام رئيس الجامعة الوطنية الخاصة ممثلاً السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي راعي المؤتمر. الرفيق المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي. الرفيق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي. الرفيقة عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب. الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السالم رئيس جامعة حماة. الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة حلب لشؤون الإدارية والطلاب. الرفيقة أمين شعبة التعليم العالي في جامعة حماة. السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الخاصة للعلوم والتنمية. السادة رئيس وأعضاء أمناء الجامعة الوطنية الخاصة. السادة عمداء الكليات. السادة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية. الزملاء رئيس وأعضاء فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. السادة الدكاترة المحاضرون. أبناؤنا الطلاب. حضورنا الكريم، أهلاً وسهلاً بكم. وإذ ننهي بطلابنا فلأنهم البداية ومسك الختام، لذا أهلاً وسهلاً بهم مجدداً. حضورنا الكريم، نحن هنا هذا الصباح لنرسم بعضاً من ملامح الغد، أملاً بأن القادم أجمل لأننا نعمل، ولأننا مستمرون في العمل، والاستمرار عاماً بعد آخر هو الوقع الأهم. نحن هنا لأننا جزء من نصر وطن عظيم اسمه سوريا، وطن لا يكتمل غده إلا ببصمة كل واحد منا حيث يعمل. نجتمع في الأسبوع العلمي الثالث في علوم طب الأسنان تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رحاب الجامعة الوطنية الخاصة وكلية طب الأسنان فيها، بالتعاون مع شركة روبا المعمار الوكيل الحصري لشركة برودنت إيطاليا في الشرق الأوسط، ومع شركائنا في الحلم كل باسمه ومكانه في القلب. الحلم الأسمى هنا هو بناء الإنسان فكراً وعقلاً حياً وعلماً لا حدود له. من هنا، من الجامعة الوطنية الخاصة المزنرة بالود والورد، ألف تحية لكم وألف سلام. ولا بد لنا من الترحيب بالسادة الأعضاء في منظمة اتحاد الجامعات العربية المتواجدين معنا عبر النوافذ الرقمية الخاصة ببث هذه الفعالية. الكلمة الآن لراعي لقائنا اليوم الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يلقيها عنه الأستاذ الدكتور عهد خزام رئيس الجامعة الوطنية الخاصة. صباح الخير جميعا. الرفيق المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي. الرفيق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي. الرفيقة عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب. الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السالم رئيس جامعة حماة.
الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة حلب للشؤون الإدارية والطلاب، الرفيقة أمين شعبة التعليم العالي في جامعة حماة، الأستاذ الدكتور سمير البرازي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الخاصة وأعضاء مجلس الإدارة للشركة الوطنية الخاصة للعلوم والتنمية، السادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الوطنية الخاصة، السادة عمداء الكليات، أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، السادة أو الزملاء رئيس وأعضاء فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الجامعة الوطنية الخاصة، مشكورة جهودكم، السادة الدكاترة المحاضرين، أبنائنا الطلاب الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، صباح من صباحات الجمال والعلم والعمل في رحاب الجامعة الوطنية والذي ازداد جمالا وعلما وعملا بتشريفكم ضيوفنا الكرام. شرفني وكلفني الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام بشير إبراهيم بتمثيله بمناسبة افتتاح الأسبوع العلمي الثالث في علوم طب الأسنان في الجامعة الوطنية الخاصة لتعزر حضوره لارتباطه في فعالية في مشفى الأسد الجامعي في دمشق. بداية أود أن أنقل لكم تحية حب واحترام وتقدير من السيد الوزير متمنيا لفعاليتنا هذه كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها والبلوغ لغايتها. وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني الشديد وخالص التقدير لما تليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اهتمام كبير ومتابعة دقيقة لمختلف جوانب التعليم والبحث العلمي ودعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم الخاص بما يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار وتحفيز الباحثين للتميز في أبحاثهم العلمية، إلى جانب اهتمامها الكبير بمثل هذه الفعاليات والتي نتطلع من خلالها إلى صقل الجانب النظري بالتجربة العملية الحقيقية، متطلعين إلى نوعية خريجين ذات كفاءة عالية آمنين من الله التوفيق والسداد. إنه لمن دواعي سروري أن يشكل هذا اليوم ميلاد عام ثالث في شراكتنا الاستراتيجية مع شركة روبا المعمار الوكيل الحصري لشركة برودنت إيطاليا في الشرق الأوسط، تلك الشراكة التي بنيت منذ اليوم الأول على اعتبارات أكاديمية وأخلاقية نتطلع من خلالها نحو خدمة الطالب وإثراء معارفه وإغناء تجاربه العملية. اعتمدت الجامعة الوطنية الخاصة في مسيرتها نحو التقدم العلمي مبدأ أساسيا ومنهاجا يتبنى مفهوم التماذج الفكري والعلمي والتواصل مع مستحدثات العلم والتكنولوجيا بالتوازي مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتطورة، فها هي تشق خطاها مسرعة عبر اندماجها وحضورها بشكل فعال في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن تفاعلها الحيوي ضمن مبدأ الجامعة والمجتمع في سعيها لدعم مؤسسات الدولة وسوق العمل وتبنيها لرؤى متفردة في متابعة خريجيها. كما تعمل الجامعة وفق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير الجامعات والارتقاء بالتعليم العالي. إن الهدف من عقد هذه الفعالية هو رفع كفاءة الطلبة وتدريبهم على استخدام أحدث التجهيزات بمهارات عالية في مختلف علوم طب الأسنان، مستثمرين في ذلك العطاء اللامحدود من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للعلوم والتنمية الخاصة ومجلس أمناء الجامعة الذين لم يدخروا جهدا في تأمين كافة المستلزمات التقنية والفنية واللوجستية لخدمة العملية التعليمية في الجامعة. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الأعزاء والكرام لتلبيتهم الدعوة ولمجلس إدارة الشركة الوطنية للعلوم والتنمية الخاصة لما يبذلوه من جهود مستمرة في سبيل رفعة جامعتنا الغالية وعمادة كلية طب الأسنان في الجامعة الوطنية بكوادرها التدريسية وإدارتها وكوادرها الإدارية، ولشركة روبا المعمار شريكنا الاستراتيجي في هذه الفعالية، والشكر موصول للسادة المحاضرين وخالص الحب والاحترام والتقدير للجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة في سبيل إنجاح هذا العمل الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من نصر الوطن الذي صنعه شهداؤنا الأبرار بعظيم تضحياتهم وأبطال جيشنا البواسل بقيادة سيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، والسلام عليكم. لحضور العلم في اجتماعنا اليوم
استقامة الظل والشمس في وسط السماء تعانق المجد ولا شيء سواه. كلما اشتدت العتمة حرباً زاد تمسكنا بالمعرفة نوراً لا يخبو. فرسان علم تجمعنا الجامعة الوطنية اليوم في زمن ثقيل الخطو ينكسر جبروته أمام إصرارنا هنا في سوريا وتعاوننا المستمر مع أصحاب الرسالة نفسها في منظمة اتحاد الجامعات العربية. وقد كان لنا محطة مع كلمة مسجلة للأمين العام لمنظمة اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سالم، إلا أنه اعتذر عنها بسبب تواجده في مؤتمر علمي في بريطانيا. من القلب شكراً لهم حاضرين وغائبين. أن تكون طبيب أسنان فهذا اختصار لألف من معاني القوة والدقة، حيث لكل مقام مقال ولكل حركة إصبع فعل كبير. أن تكون طبيب أسنان شرف يكفي لتحمل مسؤولية لا يستهان بها. أن تستمر في البحث، أن تطور من نفسك علماً وفكراً كل حين، أن تسأل، أن تخطط، أن تحلم وتقيم الحلم، وأن تكون السباق للأفضل في كل حين. كلمة عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الوطنية الخاصة الأستاذ الدكتور حسين العيسى. السيد الأستاذ الدكتور عهد غزام رئيس الجامعة الوطنية الخاصة، ممثل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي راعي المؤتمر، الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلاع والتعليم العالي، الرفيق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السالم رئيس جامعة حماة، الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة حلب للشؤون الإدارية والطلاب، الرفيق أمين شعبة التعليم العالي في جامعة حماة، السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الخاصة للعلوم والتنمية، السادة رئيس وأعضاء أمناء الجامعة الوطنية الخاصة، السادة عمداء الكليات، الزملاء رئيس وأعضاء فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، السادة الدكاترة، المحاضرين، أبناء الطلبة، أسعد الله صباحكم جميعا. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في رحاب الجامعة الوطنية الخاصة وضمن افتتاح فعاليات الأسبوع العلمي الثالث في علوم طب الأسنان الذي تقيمه الجامعة الوطنية بالتعاون مع شركة ربا المعمار للتجهيزات الطبية. تتطلع الجامعة الوطنية بشكل عام وكلية طب الأسنان بشكل خاص إلى أن تكون صرحاً علمياً متميزاً في علوم طب الأسنان الأكاديمية والعملية وتقديم أعلى معايير الجودة في التدريس والتدريب والبحث العلمي من خلال توفير الإمكانات والموارد التي تساهم بالارتقاء بالواقع التعليمي للوصول إلى مستوى الطموح بين الجامعات السورية والعربية والدولية، حيث نسعى إلى بذل الجهود المخلصة من أجل إعداد طبيب الأسنان ذي الكفاءة العالية علمياً ومهنياً لرفد بلدنا الحبيب بأطباء متميزين بما يتناسب مع حاجات المجتمع وتقديم الخدمات الصحية له، ويواكب التطور العلمي في جميع مجالات طب الأسنان لتكون كليتنا مركزاً للتميز والريادة من خلال توفير البيئة المناسبة للتعليم والتدريب والبحث العلمي وإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية والمشاركة بالمسابقات البحثية على مستوى الجامعات تماشياً مع رسالة الجامعة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، حيث تعتبر هذه المؤتمرات والأيام العلمية فرصة حقيقية للاطلاع على ما هو جديد وما توصل إليه العلم في جميع اختصاصات طب الأسنان من خلال الاستفادة من مشاركة نخبة من الأساتذة المختصين والمتميزين من جميع الجامعات.
كل الود والاحترام والتقدير لمن ساهم ويساهم في رفد العلم والبحث العلمي بكل ما هو جديد. تمنياتي لطلابنا الأعزاء الاستفادة وتحقيق الفائدة من هذه الخبرات، وتمنياتي للسادة الزملاء والأساتذة المحاضرين والضيوف بطيب الإقامة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لمن تحتضن طلاب العلم وكأنها الأم، تسمعهم وتسعى لتحقيق ياء ندائهم المحقة. الكلمة الآن لرئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الجامعة الوطنية الخاصة الزميل عبد الكريم النعسان. السيد الأستاذ الدكتور عهد خزام رئيس الجامعة الوطنية الخاصة، ممثل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي راعي المؤتمر، الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي، الرفيقة عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق سالم رئيس جامعة حماة، الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة حلب لشؤون الإدارية والطلاب، الرفيقة أمين شعبة التعليم العالي في جامعة حماة، السادة رئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الخاصة للعلوم والتنمية، السادة رئيس أعضاء أمناء الجامعة الوطنية الخاصة، السادة عمداء الكليات، السادة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، السادة الدكاترة المحاضرين، زميلاتي زملائي، السادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية من القلب للقلب، أرحب بكم في رحاب الجامعة الوطنية الخاصة، فحللتم أهلا ووطئتم سهلا. أحدثكم اليوم وكل فخر بما واصلته وتواصله الجامعة الوطنية الخاصة في مواكبة أحدث العلوم والمعارف، متمثلا بالأسبوع العلمي الثالث في كلية طب الأسنان. نقف اليوم أمام هذه الفعالية الهامة التي تهدف إلى تخريج أطباء أكفاء متسلحين بأحدث العلوم والمعارف، ولأن الكلمات والمفردات تقف عاجزة عن الوصف باسمي واسم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، المنظمة الطلابية الأم وداعم الطلبة وصمتهم الأول، لا يسعني إلا أن أرحب ترحيبي بالضيوف الكرام، وأتمنى التوفيق لزملاء اليوم أطباء الغد. السند فامضوا وليكن اسم الجامعة الوطنية الخاصة نبراسة فخركم بين الأمم، وكونوا نبراسة. وكل الشكر للجميع. على مقام النصر والمجد كانت الجامعة الوطنية الخاصة تعلن كل يوم أنها الولادة للأبطال دائماً، أبطال العلم أنتم. لكننا لم نكن وحدنا، كان معنا في كل حين أصدقاء وشركاء عمل آمنوا بما نسعى له، فكان لهم في لقائنا اليوم من البصمات الكثير. شركة روبا المعمار، الوكيل الحصري لشركة برودنت إيطاليا في الشرق الأوسط، كانت معنا ولم تزل، لذا ومن القلب شكراً لهم. نحن هنا في سوريا في الجامعة الوطنية الخاصة نفتح نوافذ التواصل مع الأحبة خارج حدود الوطن لتتسع دائرة المعرفة، ونبقى على تواصل مع كل جديد في مجالات العلم. ولذا سنبقى الآن مع بث مباشر مع الدكتور جوفاني كانينو من سويسرا، شركة زراعة الأسنان بسويسرا وشريك لجامعة ميلانو الإيطالية. Hello everybody.
My name is Giovanni Canino. I'm a president of IML Swiss Dental Company. My company produces implants from 20 years. We have a collaboration with the Milan University, and thanks of Alma Mar company, now we start to have a collaboration with Watania University. We are very happy for this collaboration, and I hope see you very soon. I want to organize a lot of courses in collaboration with the Watania University, because from the education, it's possible we help the patient, the doctor, it's possible to help the patient more. Thank you so much for everything. And I hope very soon I will be in Watania University. Thank you so much. Bye-bye. لقد حققنا معا المعادلة الوطنية، فنحن شعب غني بتنوعه، لكنه متجانس بقوامه، حر متنوع بأفكاره وتوجهاته، لكنه متمسك ببنيانه، رفيق حتى بخصومه، لكنه عنيد بوطنيته. كلمات من ذهب لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، ستبقى هذه الكلمات خالدة هناك حيث سوريا وأبناء سوريا على جبين الشمس، لتروي حكاية وطن وشعب وقائد. لقد حققنا معا المعادلة الوطنية، فنحن شعب غني بتنوعه، لكنه متجانس بقوامه، حر متنوع بأفكاره وتوجهاته، لكنه متماسك ببنيانه، رفيق حتى بخصومه، لكنه عنيد بوطنيته، متحد بعنفوانه، شرس في الدفاع عن كرامته. هذا الوعي الشعبي الوطني أيها السادة هو حصننا، هو الذي يزيل الغشاوة عن العيون عندما ننظر لمستقبلنا، هو المعيار الذي نقيس به مدى قوتنا وقدرتنا على تحدي ومواجهة وهزيمة كل الصعاب.
وطني، كيف لك أيها البهي المثقل بالحرب أن تستقبل أرواحنا بالحب والأمل؟ كيف لك أن تمسح غبار حزن وتحيله وردا وفرح؟ كيف لي أن أسأل وأنت سوريا، سوريا التي ترش السماء بالأمل وتسمو بألف أمل وابتسامة؟ محطتنا الآن مع برومو بعنوان صناع الابتسامة. متوسطة السهل والجبل وحتى تخوم البادية، على عاصيها المتدفق تعن نواعيرها راوية حكايات العراقة والأصالة. مدينة أبي الفداء، حماة. في الجنوب إلى العدية حمص، يتطاول شامخا ذاك الصرح العلمي السامي نحو علياء المجد والمعرفة. الجامعة الوطنية الخاصة، الجامعة الوطنية الخاصة بحماة أحدثت بمرسوم كريم من السيد الرئيس بشار الأسد للعام 2007. طبعاً افتتاح الجامعة استغرق 3 سنوات بعد صدور المرسوم، فتم افتتاحها بتاريخ 10/10/2010، وهذا الافتتاح كان بداية بكليتين فقط، هما كلية العلوم الإدارية والمالية وكلية هندسة العمارة والتخطيط العمراني. طبعاً في العام التالي في العام 2011 تم افتتاح كلية الهندسة بقسميها، قسم الحاسوب وقسم الاتصالات، ومن ثم توالت الافتتاحات لاحقا. في العام 2016-17 تم احداث او افتتاح كلية طب الاسنان، وفي العام 18-19 تم افتتاح كلية الصيدلة وقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة. وضعت الجامعة فلسفة وخطة استراتيجية انبثقت عن رسالتها ورؤيتها، تتمثل في بناء مجتمع معرفي قائم على التدريب والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمواردها في خدمة المجتمع. استراتيجية الجامعة الوطنية هي أن أولاً انطلاقة محلياً ومن ثم عربياً ومن ثم عالمياً، لذلك كان التوجه بالبداية على تطوير الاتفاقيات العلمية مع كافة الجهات الداعمة لأنشطة الجامعات وكافة المرافق اللي تؤمن خدمة للمجتمع من خلال تواجد الجامعة في منطقتها. وبالتالي تم عقد عدد كبير من الاتفاقيات للجامعة، إما اتفاقيات تعاون علمي أو اتفاقيات بحثية أو اتفاقيات تبادل خبرات مع بعض الجهات، وطبعا كله بإشراف وزارة التعليم العالي
حاليا الجامعة تملك أكثر من 9 اتفاقيات مع جامعات محلية وعربية وعالمية. ها نحن نتجه لصناعة المستقبل. اخترنا هذا المكان ليكون محطة في مشوار النجاح، لنتزود وننهل من معين العلم والخبرة بشغف يقوده الإصرار والعزيمة على تحقيق الحلم. كلية طب الأسنان إحدى الكليات الهامة في الجامعة، لما لها أثر على المجتمع بشكل كبير، ومثل ما نعرف تماماً أنه أهمية الجامعات هي بربطها بالمجتمع وتأمين الخدمات اللازمة لكافة القطاعات وليس فقط اقتصار على الدور التعليمي. طبعاً الكلية تحتوي على كافة المخابر الاختصاصية وكافة الأقسام اللازمة والكادر التدريسي اختصاصي كامل. طبعاً تضم الكلية أقسام متعددة، قسم علوم الحياة، قسم النسج والتشريح المرضي، قسم الطب أسنان الأطفال والتقويم، في عنا قسم علم النسج ما حول السنية، في عنا قسم التعويضات الثابتة والمتحركة، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين. طبعاً تضم الكلية قاعات درسية، 10 قاعات درسية، إضافة إلى وجود مدرج، وفي يوجد مكتبي أيضاً خاصة بكلية طب الأسنان. نحاول أن تحتوي هذه المكتبة على أفضل المراجع والمجلات الدورية ليتمكن الطلاب من معرفة أحدث العلوم في مجال طب الأسنان. كان لدي حلم أن أرسم الابتسامة على وجوه الناس، وسأحقق هذا الحلم إن شاء الله. في السنة الأولى تعلمت أساسيات طب الأسنان التي ستمهد لي طريق النجاح في هذه المهنة. تتجه كلية طب الأسنان في الجامعة الوطنية الخاصة لتكون كلية رائدة في مجال طب الأسنان وعلومها، من خلال تقديمها الأفضل في تعليم الطلاب ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي من خلال البنى التحتية والمختبرات المتطورة في مجال طب الأسنان. في عنا المخابر المتخصصة في مجال طب الأسنان. طبعاً يوجد لدينا مخبر مثلاً لتعويضات الأسنان المتحركة، يحتوي على كامل التجهيزات اللازمة من أجل هذا المقرر. يوجد مخبري هامات مجسمات، يقوم الطالب بإنجاز العمل المخبري على الهامي التي تمثل تقريباً رأس مريض. الطالب هون إحنا بنعلمه أول شيء أجزاء جهاز التصوير الشوائي، اللي هي عبارة عن رأس، أنبوب الأشعة، والأزرع المتحركة أو المتمفصلة، بالإضافة إلى الكنترول بانيل اللي هي لوحة التحكم المرفقة بالجهاز، اللي فيها بيكون يعني الكيلو فولتاج والأمبير والزمن. هنا نؤسس لغة أبجديتها العلوم ومعادلة عناصرها الإنسان، يتبعها كثير من الأمل لينعم كل إنسان بأجمل ما وهبت الحياة، المستقبل الواعد. السنة الثانية والثالثة بطب الأسنان هنن سنتين كتير متشابهات، وأنا بعتبرهن سنتين مهمات لأنه هن نتعمق فيهم بمجالنا بشكل أكبر، وناخد فيهم مداوات الأسنان، كيف نصنع الأجهزة الجزئية، كيف نصنع الأسنان الكاملة، كيف لازم نتعامل أصلاً كمان مع المريض. وبس بننفذ هالشي كله ضمن المخابر اللي بالكلية، على أسنان صناعية، على أجهزة طبعاً صناعية موجودة بالمخابر والكليات. وبناخد فيهم كمان هالسنتين مواد متعلقة بالطب بشكل عام، مثل الجراحة، مثل التشريح العام. هدول المواد مهمين لأي طبيب إنه يتعلمهم، سواء كان هذا الطبيب أسنان أو بشري أو صيدلي. تحتضن كلية طب الأسنان نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والبوردات من أعرق الجامعات، يقومون بمهامهم التدريسية والخدمات العلاجية والاستشارية في بيئة متميزة من خلال مخابر وعيادات استشارية تخصصية مزودة بتقنيات حديثة.
من خلال السياسة التعليمية في الجامعة نسعى بشكل دائم وحرصا منا على استقطاب أفضل وأميز أعضاء الهيئة التدريسية في سواء كان بالمجال النظري أو بالنواحي التطبيقية من خيرة الأعضاء الهيئة التدريسية والفنية لتقديم الخدمة التعليمية الممتازة لطلابنا. في السنة الرابعة نقوم باستقبال ومعاينة جميع الحالات الفموية في عيادات كلية طب الأسنان، كما نكمل ما درسناه من مواد في السنوات الماضية، إضافة إلى العمليات الفموية والتحولات اللثوية لدى الأطفال. ونقوم أيضا بدراسة المواد، مواد الجراحة العامة والجراحة الطبية وأيضا جراحة الفكين. طبعا كل ما نقوم به تحت إشراف أطباء متخصصين. شيد مبنى عيادات الأسنان على مساحة 1000 متر مربع مؤلف من 3 طوابق ويتضمن مختلف أقسام معالجة الفم والأسنان. الكلية مزودة أو يتبع لها مبنى عيادات مؤلف من 3 طوابق يضم 6 عيادات، كل عيادة تضم 20 كرسي مجهزين بشكل كامل لتدريب الطلاب بشكل لائق، زائد عيادتين منفصلات كل عيادة تحتوي على كرسيين، خاصة عيادة خاصة بالجراحة وعيادة خاصة بزراعة الأسنان، ومخبر أشعة يتبع للعيادات لمباشرة إمداد الطلاب بالصور الشعاعية اللازمة للمرضى أثناء العلاج. حرصت الجامعة الوطنية الخاصة على تجهيز العيادات بأحدث التقنيات المستخدمة في مجال طب الأسنان. تدعم هذه العيادات أقساماً مختلفة كالأشعة والتعقيم والمخابر اللازمة، ويطبق عليها أعلى معايير مكافحة العدوى. طبعاً مبنى العيادات هو الثمرة اللي سيحصل عليها الطالب في خلال دراسته الجامعية. في المراحل الأولى يقوم بالتدريب المخبري على مجسمات ولا يدخل في عمل المرضى، بينما في العيادات السنة الرابعة والخامسة سيقوم بإنجاز الأعمال على المرضى مباشرة. طبعاً هي تحضير القلع هي جزء من عيادات جراحة الفم والفكين، أو أحياناً نقول اختصاص جراحة الفم والفكين، وفي بعض الأحيان نسميها جراحة الصورة فموية الصورة. طبعاً العيادة تستقبل يومياً عشرات المرضى، العمل موزع على طلاب السنة الرابعة والخامسة بالفصلين، الفصل الأول والفصل الثاني. العمل طبعاً كل طالب مطلوب منه 10 حالات كل فصل، يعني الطالب يتخرج وقد أنجز 40 حالة تخدير وقلع. تم إجراء تخدير ناحية للمريض بتخدير العصب السنخي العلوي الخلفي بحقنة الحدبة الفكية، وتم إجراء تخدير متمم للمريض من الناحية الحنكية بتخدير العصب الحنكي الكبير ضمن الثقبة الحنكية، وننتظر 5 دقائق ليتم القلع. عندنا هون تخدير فك علوي، كان في عندنا تخدير ضاحك تحته آفة، تم التخدير وبعد التخدير قلعنا السن وجرفنا الآفة، نصف للمريض وصفة طبية وشفاء. طبعا الهدف من المقرر أو خلينا نقول مادة تخدير القلع تعريف الطالب على أصول التخدير الناحي والموضعي، التعريف على قلع الأسنان، وأيضا هو عملية القلع بالذات هي عملية إحداث جرح في الفم، فكيف نتعامل مع الجرح في الفم. استقطبت الجامعة الوطنية أفضل الكفاءات العلمية من الأطباء يقومون بمهام التعليم والإشراف والرقابة على مختلف النواحي العلمية السريرية وفقا لأحدث ما توصلت إليه تقنيات طب الأسنان المتطورة. نحن هلأ بعيادة التعويضات المتحركة، هي العيادة مختصة بتقديم خدمة للناس اللي هي تعويض عن الأسنان المفقودة بتقديم جهاز متحرك إن كان جزئي أو كامل. خلال الفصل قدم الطلاب جهاز متحرك جزئي لمريض، كل طالب اشتغل جهاز طبعا تحت إشراف دكاترة وأساتذة مختصين بهذا المجال.
بالسنة الخامسة بهي السنة بالتحديد عم نحس إنه صرنا أطباء حقيقيين، عم نتعامل مع المرضى بشكل مباشر وبشكل أقرب، عم نقدم معالجات سنية بتخص المداواة اللبية وتتويج الأسنان، عم نقدم معالجات تنظيف لثة وجراحة الأسنان وقلعة. بهالسنة عم نطبق كل شي درسنا بالخمس سنوات السابقة. ها نحن في طريقنا لصنع الابتسامة، ساعات من العمل، ساعات من الإخفاق والمحاولة، وساعات أخرى من النجاح. ربما تكون هذه مجرد أرقام، لكنها بالنسبة لنا تعني رمز البداية في طريق الحلم والطموح. طلاب كلية طب الأسنان في الجامعة الوطنية الخاصة، صناع الابتسامة. حضورنا الكريم، نجدد الترحيب بكم والترحيب بأصدقائنا في منظمة اتحاد الجامعات العربية المتواجدين معنا عبر تقنية البث المباشر، والتي سنكون على موعد آخر معها يوم الاثنين القادم مع بث مباشر مع البروفيسور أوتيري جاكومو من جامعة مينيسا بإيطاليا، حيث سيتحدث عن العمل لإعداد اتفاقية تعاون بين جامعة ميسينيا بإيطاليا والجامعة الوطنية الخاصة. اللحظة الآن بتوقيت التكريم في حضرة الوطن والعلم وربوع الجامعة الوطنية الخاصة، التي تدرك وبكل الحب أن لا نجاح بلا شركاء، وأن العمل لا يكتمل إلا بتعاون الجميع. ندعو السادة الأستاذ الدكتور عهد خزام رئيس الجامعة الوطنية الخاصة، السيد سمير البرازي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الخاصة للعلوم والتنمية، الأستاذ الدكتور حسين العيسى عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الوطنية الخاصة، والسيد عمر الصباغ المدير التنفيذي لشركة ربا المعمار، الوكيل الحصري لشركة برودنت في إيطاليا في الشرق الأوسط، لتكريم السادة المكرمين. السادة المكرمون، شركاء العمل والحلم، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي راعي المؤتمر، يستلمها عنه الأستاذ الدكتور عهد خزام رئيس الجامعة الوطنية الخاصة. الرفيق المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب الباطل العربي الاشتراكي. الرفيق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي.
الرفيقة عضو قيادة فرع حمال حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب. الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السالم رئيس جامعة حماة. الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة حلب للشؤون الإدارية والطلاب. السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الخاصة للعلوم والتنمية. أصحاب المكان أيضاً لهم حقهم في التكريم. الزميل رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا يستلمها عنه الزميل رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الجامعة الوطنية الخاصة. والتكريم الموصول أيضاً لفرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الجامعة الوطنية الخاصة. التكريم لقيادة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وفرعها أيضاً. السادة المكرمون شكرا لكم. الأستاذ الدكتور حسين العيسى عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الوطنية الخاصة. التكريم الأكبر هو من طلابك الآن. الدكتور عمر الصباغ المدير التنفيذي لشركة روبا المعمار الوكيل الحصري لشركة برودنت إيطاليا في الشرق الأوسط. شكرا لكم السادة المكرمين. ختامنا عبق الحب من القلب، قلب الجامعة الوطنية الخاصة، نطلقه معا على أنغام نشيدها، نشيد الجامعة الوطنية الخاصة.
الوطنية كف الندى، أصبت على كل نجم يدا. أنا الوطنية كف الندى، أصبت على كل نجم يدا. فلما جمعت عليهم يدي غدوت لهذا الدجى فرقدا. أنا الوطنية كف الندى. المحافل لي منبر، رفيع المراتب لا ينكر. بكل المحافل لي منبر، رفيع المراتب لا ينكر. له عند كل الورى أثر، أصح لسانا وأعلى صدى. فلا الوطنية كف الندى. يا وطني أعد شبابك للزمن. أنا الوطنية يا وطني أعد شبابك للزمن. فبالعلم نسمو على الأمم، وإن جد خط نكون فدا. أنا الوطنية كف الندى. أنا الوطنية كف الندى. أنا الوطنية كف الندى. حضورنا الكريم، كان هذا ختامنا، ولكن أصدقاؤنا في الخارج تمكنوا من الانضمام إلينا الآن عبر تقنية البث المباشر من ميلانو. نرجو منكم ومن رحابة صدركم القليل من الوقت. سينضم إلينا الآن البروفيسور دييغو لوبيس من جامعة ميلانو، حيث سيتحدث. Good morning. Can you hear me? Can you hear me? Yes. You can start. Yes. Now. Okay. Good morning to you guys. You miss me. Syria is missing me, and I'm so glad to stay with you even in not live modality, but I promise when we will organize with the director of Al Wataniya that I am thanking you in advance, I will be with you because actually the official agreement between Milan University and Al Wataniya University is done. Finally, we got it. It's done. And my international affair university office is sending, already sent to Syria by Syrian postal offices in to Al Wataniya offices the already signed agreement. Finally, we got it. And please tell me. And please tell me in advance when this, wow, this document will arrive to the rector of Al Wataniya, so that we can make a great party to celebrate this, because it took so much time due to the COVID and due to the some restriction, but now we got it, and now we only need to start creating an educational program
to increase the education of all the teacher and the students of Al Wataniya University. We are ready. So now it's only a question of organization. So Professor Ahmed, now you have the keys of this kind of organization. You can call us and we can go, okay? Thank you. And sorry, because I am actually in Ibiza for a Congress, Spain. I cannot do better in communication, but I hope to be with you as soon as possible now. And I would like to forward to you the greetings of my rector of University of Milan. And we are so glad to start this official cooperation with your country and with your university. Thank you, Professor Ahmed, for your hard job. And see you guys. See you as soon as possible. Thank you. Bye. الشكر للبروفيسور دييغو لوبيز الذي تحدث عن الاتفاقية التي تمت بين جامعة ميلانو والجامعة الوطنية الخاصة والسبل وأفق التعاون المشترك فيما بعد. لكم أنتم حضورنا الكريم كل الشكر بإنجاح حفل مؤتمرنا هذا، وعلى أمل أن يكون القادم من أعمال المؤتمر كحفل افتتاحنا هذا ناجحا بامتياز. كل الشكر لكم وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. أخيراً وليس آخراً، دعوة حضراتكم إلى البوفيه فلتتفضلوا مشكورين.